بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيثما كنتم. ابن عارف يحييكم. ابتداء نبارك لمنتخب العراق للصالة تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا، باقي له لعبة واحدة ويتأهل إن شاء الله إلى كأس العالم للصالة. ألف مبارك لهم، والله احنا مقصرين بحقهم، ما جاي نغطي مبارياتهم. ان شاء الله اذا وصلوا الى كأس العالم يدللون علينا. وايضا الف مبارك للجمهور العراقي تأهل المنتخب العراقي الاولمبي تحت 23 سنة الى الدور ربع النهائي من كأس اسيا. مباراة كانت جدا جدا قوية مع المنتخب السعودي، مباراة بدنية فزنا بها بهدفين لهدف واحد. احنا بانتظار مباراة اوزبكستان وفيتنام اللي راح ان شاء الله تقام بعد ساعات من الان، وراح اتحدد مع منو راح نلعب. احنا ما نفرح اذا ما نتأهل للأولمبياد، لان استحقاق العراق هو التأهل الى أولمبياد باريس. استحقاقنا هذا يعني ما حد ما نبيع علينا، لان عندنا جيل كروي تحت 23 سنة يهز القاع ويزلزل الارض تحت اقدام اي منتخب بالعالم. اعيد، عندنا جيل كروي تحت 23 سنة يزلزل الأرض تحت أقدام أي منتخب بالعالم. لاعبين بالمئات عندنا، ما أقول لكم بالعشرات، بالمئات محترفين في كل الدوريات في العالم، وين ما تمد يدك تحت 23 سنة، وكذلك في الدوري العراقي. بس يحتاج أنه على قولة الكابتن حارس طاقم فني على أعلى مستوى وبس، وانتظر الخير بس هيك. عموما نتحدث عن تفاصيل هذه المباراة، لكن اللي أتمنى من عندكم الآن شباب لايك حلو لهذا الفيديو بمناسبة التأهل، شاركوا لي هذا الفيديو، علقوا لي تعليق حلو، تعليقاتكم مهمة. يا الله الله بالخير والعافية والبركات والمسرات والانتصارات والميداليات إن شاء الله حيثما حللتم وارتحلتم، الإنجاز بعون الله تعالى ينتظركم. المنتخب العراقي الأولمبي يخوض مباراة بدنية قتالية شرسة أمام المنتخب السعودي. أنا استمتعت بالمباراة. هسه أنت راضي، مقتنع ما مقتنع، أنا اليوم عجبني أقعد وأستمتع بالمباراة من البداية لما انتهت. حبيت أنه أتفائل وأشوف الأمور بمنظار وزاوية مختلفة. كلش عجبني دور كرار محمد في وسط الملعب كارتكاز. كنا سابقا قلنا انه هذا اللاعب ينتظر مستقبل كبير، لكن ضاع، لان هو بالدوري العراقي بين اصابه بين مقعدي على الاحتياط بين يعني نظريتنا اللي تكلمنا عليها سابقا بخصوص انه شكو موهبه في الدوري العراقي. اذا ما تحترف، اذا ما تنتقل الى مستوى اعلى، اذا ما ترتقي، اذا ما ننتشلها من ضياع الدوري العراقي ومدربي الدوري العراقي، اذا ما ننتشل من عندها هيك مواهب ونخليها في بيئه صالحه، ما راح ننتظر خيرها بالمستقبل. يعني مثلا الان علي جاسم مع الاولمبي اليوم عامل شغل فريق كامل، صلى على محمد. العلاوي هذا اذا يحترف في اوروبا ما مندوم كل الانظار عليه، لاعب ما ينقصه اي شيء وصغير وان شاء الله مستقبله قدام. عامل شغل كبير جدا اقول لكم مع المنتخب الاولمبي، يعني الاولمبي كله بصفحه وعلاوي بصفحه. واليوم امام المنتخب السعودي ثلاث لاعبين يراقبون علاوي، ثلاثه يراقبون علي، بس بمجرد ما تصير الكره تحت اقدامه تشوف ثلاث لاعبين قريبين عليه، تحديدا علي، وهو ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، عين الحاره بارده، لما تنزل الطوبه برجله خلاص انسى الطوبه، مستحيل ينطيها، اما يسلمها صح واما ترتكب ضده خطا اما خطره. بالمناسبه هذا مو الطاقه القصوى لعلي، علي بعد عنده مثل هذا اللعب اللي شفته قفزتين ثلاثه للامام، حول لك علي غير لاعب. ارجع الكرار، كرار محمد بالارتكاز كل هجمات المنتخب السعودي تصل عند كرار تتفلش، قوه بدنيه، تركيز، ما ارتكب اخطاء رغم اللعب البدني والرجولي اللي سواه كرار، لكن هو بقى مركز ما ارتكب اخطاء وهدم اغلب الهجمات اللي اجى بها المنتخب السعودي من وسط الملعب. هاي اثنين. الثالثه مصطفى سعدون، احياء الليله هو برعايه مصطفى سعدون، السبب بركله الجزاء انه والسبب بركله الجزاء لهم،
او سجل هدف. النتيجة 2-1. مصطفى سعدون مجنون اليوم، عمل كل الشغل على حسابه. الفاتورة يمه. اذا كل لاعب تنتقده يروح يقدم مستوى، لا لا تبكروا. خلينا نرجع شوي من البداية. راس نيشن لعب بأربعة 3-2-1 او 4-5-1. عندك كرار وحسين عامر ومنتظر، تقريبا 3 ارتكاز هذول مسويهم، ها؟ 3 لعب بهم هنا بوسط الملعب، لان يعرف ان خطورة المنتخب السعودي هي هنا بهذه المنطقة، والتحضير يصير من هذا المنطقة. على جاسم على اليسار، نهاد على اليمين. المهاشنة مع المنتخب السعودي كسبها المنتخب العراقي. في الشوط الأول المنتخب السعودي يخرج أفضل لاعبي بسبب الخوف عليه أنه ينطرد، هاي واحد، والخوف عليه أنه يصاب. فلسفة رادشنيش تختلف جذريا عن فلسفة كاساس. في الشوط الأول، أول تقريبا 20 دقيقة، شفنا رادشنيش عمل بمبدأ الفريق الأول، فريق كاساس، اللي يؤمن بالضغط العالي على الخطوط الخلفية للفرق اللي تلعب معاها، تضغط في مختلف المناطق على كل اللاعبين، خاصة الخط الخلفي للمنتخب السعودي. مثلا علي يضغط، أمين الحماوي يضغط، نهاد يضغط، كرار، وهكذا يضغطون عليهم في ملعبهم. هذا في 20 دقيقة تقريبا الأولى من الشوط، بس بعد ما سجل الهدف كل شيء تغير، وأصلا رجعنا فلسفة رادشنيش اللي هي الانكفاء في مناطق الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. انت تعرف احنا في العراق ما عندنا ذاك التنقل السهل او النقل السهل للكرة بسلاسة وسرعة وانسيابية يعني بالهجم المرتدة رأسا. انت تشوف فريق مثل شلون ريال مدريد شلون يدافعون ينكفون في فريقهم في ملعبهم امام سيتي، شلون يدافعون رأسا من صير هجمة مرتدة. الريال خاطرين جدا، سريعين، وهذه الامور كلها يسووها بثواني. ما المنتخب العراقي يحتاج لوقت، يعني المنتخب العراقي بطيء جدا بالتحول الهجوم، يعني تنام وتصحى والهجمه بعدي ما كامله. من انكفئ ملعبنا تصير الخطوره علينا، مع العلم انه احنا ارتكبنا اخطاء ساذجه صراحه. يعني الخطا اللي ارتكبه سعدون هو مو خطا طبيعي، يعني هو الرجال اعتقد شويه بسبب التوتر، القلق، عدم التركيز، سوى هذا الخطا، صلح. فحكايه زايده ما نحكي، اخطا تروح تصلح، انت ممتاز، انت جيد، انت سبع. اقول لكم اياها ممكن ما تسمعوها في مكان ثاني. يوسف الامام يا سيد راضي، يوسف الامام قلب دفاع محترم، قلب دفاع ذكي، قلب دفاع نادرا تلقي هيش لاعب هسه بهالوقت هذا قلب دفاع عراقي. كاساس حاط عين على هذا اللاعب بايزيد، وقلبي دفاع مهمين، بس هو يعيبه شغله، الولد حساس، عرفه كل احنا نعرفه اليوسف، انسان جدا مؤدب ما يرفع صوته، فبمجرد ما يشعر ان الاجواء دائره ما دائره ما شجعه اللاعب يصير مثلا مكينزي يرفع صوته عليه، ولا زيد يرفع صوته عليه، ولا اي لاعب، انهزام داخلي، انكسار. يعني المفروض ندعم الولد، نوقف وياه ونشجعه، وهاي ثاني مباراه يطلع الولد ما مصاب، بس لانه يخرج ويفقد التركيز بسبب اللاعبين. ترى لاعبين لويا، مو يعني انت من يرتكب سعدون مصطفى سعدون خطأ تروح يشجعه وتربط على كتفيه، ومن يوسف يرتكب له خطأ تسوي اللي سويته هذا اليوم زيد تحسين تو مكنزي، هاي ثاني مباراة نشوفها ونسكت، وطلعون الولد من اجواء اللعبة. يعني شنو اللي تدرون هسه هو طلعناه بسببكم انتم؟ وانت شو قصه يوسف الامام؟ يعني يوسف واحد يرفع صوته عليك خلاص انت فقدت، بعد ما نشوف قول يا الله يا معود شد لي حيلك شويه، رجال طول عرض، لحيتك حلوه وانت جميل ونعول عليك ان شاء الله بالمستقبل، ردك بعد اثقل واقوى وصنديد صنديد وثابت وشرس، ريدك البليهي في المنتخب العراقي. تحياتنا للبليهي، الوجه الشرير في عالم كرة القدم، تبتيلش على رايتي، لو قويه لو ضعيفه، لا تصيني مثل ذاك الزلمه، يوم امبيره عالي ويوم امبيره نازل. طبعا تعرفون كم مدرب في الملعب؟ حسبوا وياي، خلف هذا الفريق رادشنيشل، نزار اشرف، حسين منير كابتن الفريق، المدير الاداري جبار هاشم اهم مدرب، عدنان درجال، وكاساس ومنظومته هم قاعده، والعراق كله قاعد بالملعب، وكل احنا بانين امال على هذا الفريق. جاي سجل، روح روح جاي سجل، جاي سجل، تعال شوف، تعال شوفوا هذا الكائن مستوى شنها خاشوقه
وشو تاكل مدري شنو تسوي بروحك؟ عراق عو راق راق مبارك مبارك عليكم عليكم ان شاء الله مرحبا. التأهل ايه تأهل الى الى اولمبياد ايه اولمبياد اولمبياد باريس وين باريس باريس ان شاء الله ان شاء الله تحياتنا في امان الله ايه حطوا لايك 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 شير شير اشتركوا بالقناة بالقناة قناة في امان الله 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 في امان الله.